مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم مرة جديدة في الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة حلقات برنامج وفي رواية أخرى. وضيفنا في هذه الحلقات الأستاذ إسماعيل العلوي، الوزير والأمين العام لحزب التقدم الاشتراكي المغربي سابقا. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ إسماعيل. شكرا سيدي عبد الله. كما أشرنا في الحلقة الماضية، مسلسل الانفتاح الديمقراطي والاجتماعي بدأ في المغرب أيام الحسن الثاني الملك الراحل انطلاقا من عام 92 كما أشرنا بالتفاصيل في الحلقة الماضية، واستمر ذلك حتى الوصول إلى نقطة تكوين حكومة التوافق عام 98. السؤال هو، تلك الفرصة كان يمكن استغلالها في سنوات كثيرة قبل 98، لم يحدث ذلك بسبب المواقف المتباينة لأحزاب الكتلة التي كنتم أنتم شركاء فيها. ما الذي تطور حتى وصلت الأمور إلى نجاح تلك التجربة والوصول إلى عام 98 لحكومة التناوب وليس التوافق؟ نعم. كما قلت التناوب. التناوب توافقي. فأظن ما حصل هو أن الجميع أصبح مقتنعا بأن البلاد يجب أن تخرج من الورطة التي كانت موجودة فيها. تلك الورطة التي عبر عنها بطريقة أخرى الحسن الثاني ووصفها بخطارة خطار السكتة القلبية التي كانت من المنتظر أن تصيب هذا الوطن. السكتة القلبية بناء على الوضع الاقتصادي المزري الذي كان يعيشه. الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالتالي. والاجتماعي أكيد. ومن دون شك سياسي كذلك. لأن أظن أنه هذا الخلاصة التي وصل إليها الحسن الثاني كانت تزامنت مع تقرير للبنك العالمي الذي تكلم عن الأوضاع العامة في البلاد وأكد على أن هناك قطاعين حكوميين يعرقلان السير العادي للدولة وللبلد، وهذان القطاعان هما الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد. فبالنسبة للداخلية أظن أنه حصل تطور من دون شك، ولو أنه ما زال هناك أحيانا بعض النزاعات التي التحكمية لوزارة الداخلية وممثليها. أما بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية فما زالت هي التي تصول وتجول وأحيانا تعرقل السير العادي لتطور البلاد. أقول هذا مع كل احترامي طبعا للعاملين في هذه الوزارة وللوزراء الذين يتعاقبون على رأسها، لكن من دون شك أن وزارة المالية في حاجة لمراجعة نفسها، ويبدو أن الآن دخلت في هذه المرحلة وأخذت تعتبر ما يتقدم به عدد من الوزراء الآخرين وعدد كذلك من المواطنين الذين يعتبرون بأن علينا أن نخرج من دوامة الرفض الذي كانت تميز مواقف هذه الوزارة. لما هذا فقط غير بين قوسين في الواقع. نعم، هو طبعا تلك الحكومة، حكومة التناوب التي شكلت والتي كان يرأسها زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي أستاذ عبد الرحمن اليوسفي، كانت جاءت بناء على انتخابات نوفمبر 97 والتي شاركتم فيها كحزب تقدم. نعم. اشتراكي حصلتم على 9 مقاعد. نعم. طبعا الحزب الأول كان هو الاتحاد الاشتراكي ب 57 مقعد وحزب الاستقلال الثاني ب 32 مقعدا. إذن شاركتم في الحكومة بكم وزير في تلك الحكومة من حزبكم؟ ثلاث وزراء. أنت. نعم. واحد منهم كأمين عام. نعم. الحزب بالإضافة إلى حقيبتين أخرى. نعم. بالنسبة لك توليت وزير وزارة التربية الوطنية. نعم. أعطينا فكرة عن أهم الملفات التي كلفت بها في تلك الحكومة. نعم، أولا لابد أن أدقق، أنا كنت ظاهريا وزير التربية الوطنية ولكن عمليا كنت مكلفا بالتعليم الابتدائي والإعدادي، وكان وزير آخر مكلفا بالثانوي وهو الأستاذ عبد الله السعف، وكان وزير اللي هو من أي حزب؟ من آنذاك كان يمثل الحزب الشراكي الديمقراطي الذي بتقى أو تفرع عن منظمة العمل التي أشرنا إليها. نعم. عند تكوين الكتلة. ثم كان هناك وزير ثالث مكلف بالتعليم العالي وهو الأستاذ دكتور في الطب وهو الأستاذ الزروالي، وكان وزير رابع مكلف بالبحث العلمي وهو الأستاذ عمر الفاسي.
يعني الوزارة الوزارة كانت مجزاة إلى أربعة وزراء وأربع وزارات تماما. والسبب؟ السبب هو إرضاء كل التيارات التي كانت موجودة في الحكومة، وفي نفس الوقت تفادي نزاعات جانبية، ولكن كان ذلك في اعتقادي على حساب سياسة التربية الوطنية ككل، لأنه سياسة التربية الوطنية يجب أن تبقى دائما سياسة شاملة تهم كل قطاعات التكوين والتعليم من بدايته أو حتى من قبل بدايته إلى نهاية التعليم العالي. هذا ربما إرضاء للوزراء إرضاء للأحزاب، عفوا إرضاء للأحزاب حتى صحيح. لا يتنازعوا على المناصب، ولكن في واقع الأمر هو إجحاف في حق هذه الوزارة وفي حق التربية الوطنية والأجيال التي يفترض أن تستفيد من خدمتكم مؤكد. كوزراء مؤكد ذلك، لكن هذا واقع مؤسف. هذا سوء تدبير كان أتوقع. أنا تنضم بأنه كان سوء تدبير، ولكن علينا أن نثير الانتباه إلى أنه في الماضي كذلك كانت وزارة التربية الوطنية موزعة إلى جزئين، وزارة التعليم العالي بما فيها البحث العلمي ووزارة التربية الوطنية التي تتكلف بالابتدائي والإعدادي والثانوي. هل يدخل في هذا الإطار أيضا سياسة فرق تسد؟ لا أبدا، لا أظن أنه كان الموضوع بهذا الشكل آنذاك الإشكال. لا كان ضروري أن يجد مقاعد لكل الأحزاب التي ساهمت في هذه الحكومة، وكان أحزاب كثر، كانوا أحزاب الكتلة، وإضافة إلى أحزاب الكتلة كان هناك أحزاب يمثلون ما كنا نسميه بالأحزاب الإدارية محسوب على القصر، محسوب يعني محسوب على الحكم أو القصر أو النظام كما تريد. كان حزب الاتحاد الدستوري إذا لم تخني الذاكرة، كان حزب التجمع الوطني الأحرار، وحزب الحركة الشعبية. هو المواطن المغربي حينها كانت لديه أمال كبيرة وعريضة على هذه الحكومة، حكومة التناوب لأول مرة تدخل المعارضة التاريخية في الحكومة، وبالتالي كان يبني أمال عريضة على هذه الحكومة لتحقيق المعجزات، ولكن الذي حدث فعلا هو كان إرضاء للأحزاب، لأنه ميعت كل تلك الأحلام. لا على الأقل من الوزارة التي تتحدث عنها والتي توليتها. بدون شك أن الأحلام ميعت شيئا ما، لكن عندما ننظر إلى حصيلة هذه الحكومة يمكن أن نقول أنها هي التي أدت في نهاية المطاف إلى أولا ضمان تسلسل الحكم على مستوى قمة الدولة بنوع من السلاسة، ثم إضافة انتقال الحكم من الحسن الثاني إلى محمد السادس، ثم لابد كذلك أن نقول بأن كل الإيجابيات التي سجلت التي جعلت الآن من المغرب مغرب اليوم يختلف عن مغرب 1999 أو 98 ناتج عن الدفعة التي أعطتها حكومة التناوب التوافقي للمسير العام لتدبير الشأن المغربي. على الصعيد الشخصي قد يتساءل أحدهم ويقول كيف قبلتم بتلك الوزارة المجزأة إلى أربع وزارات كما تقول، وأنت يعني في نهاية المطاف سيد إسماعيل العلوي لست حزبيا بسيطا، أنت زعيم أمين عام لحزب معتبر في المغرب ولديه تاريخ. نعم. ألم يكن ذلك تحجيم لدوركم السياسي فعلا؟ ممكن أن وجدت هذه الحسابات لدى البعض، ولكن لا أظن أنها كانت واردة في الواقع. لا أظن أنه مشكل الذي طرح هو كيف يمكن أن نصل إلى دخول المغرب في مرحلة جديدة دون طرح قضايا جانبية. لأنه لو مثلا طرح هذا الإشكال لماذا هذه الوزارة جزئت إلى أربعة قطاعات لدخلنا في الترهات وفي أشياء لا تستقيم مع الواقع الذي كان مطروحا. كان هناك نوع من التضحية من قبلكم من أجل إمجاح المسار من قبل كل الأحزاب من دون شك، لأنه هذا انطبق على باقي الأحزاب أيضا، عمت كذلك باقي الأحزاب. هناك الأحزاب التي تعتبر بأنها أخذت بعض الفتات، وهناك أحزاب التي قبلت أن ترى الهيئة التي ترأسها مقسمة إلى مجموعة من الكيانات. في البداية عينت وزيرا للتربية الوطنية، وبعد لا أعلم كم مدة عينت وزيرا للزراعة، بعد سنتين وشهرين بالضبط أصبحت وزيرا للزراعة والتنمية الريفية. تمام، للفلاحة كما نقول نحن في المغرب، ليس فقط الزراعة، لأن كان تربية المواشي كذلك تدخل في هذا الإطار،
والتنمية القروية أو ما يمكن أن نسمي بالتنمية الريفية. لكن حتى في هذا الباب هذه الوزارة كانت موزعة إلى ثلاث، كانت وزارة الفلاحة بالاسم الكامل، ثم كان وزير منتدى مكلف بالتنمية القروية، ووزير آخر مكلف بالمياه والغابات. فلم تكن أيضا لإرضاء كل الأحزاب من دون شك طبعا، لأنه كان من ضروري إرضاء كل الأحزاب. وكان هناك كذلك سياق سبق أن حصل، وبالتالي لم يكن من المفهوم عدم الاستمرار في نفس المسلك غير الصائب. لماذا ذلك؟ لماذا نقلت إلى الوزارة الأخرى؟ لأن أولا كان هناك الانتقال من الحسن الثاني إلى محمد السادس من جهة، ثم كانت هناك ضجة مفتعلة من دون شك كما جميع الضجات تقول بأن الحكومة فيها عدد كبير من الوزراء، كنا 40 أو 41 وزيرا. فبالتالي الأستاذ اليوسفي انساق وراء هذه الإشاعات أو ساير هذه الإشاعات وقلص الحكومة بقليل، لأنه عوض بعض الوزراء كامل الصلاحية بوزراء منتدبين أو أحيانا بكتاب دولة. لكن هذا واقعنا مع كل أسف في هذا البلد. فقلت بأن أحسست بنوع من الغبن، لأنه حتى في قطاع الفلاحة الذي ترأسته لمدة سنتين كذلك وبعض الشهور لم أتمكن من القيام بكل ما كنت أود أن أقوم به كوزير للفلاحة، خدمة أساسا للفلاحين الصغار والمتوسطين. طيب، فهذا مفهوم، هذا ألمي شخصيا. ولم تستوزر بعد ذلك فقط في تلك الحكومة، لا حكومة تنوب من 98 إلى 2002. 2002 طيب. 2002 2003. 2002 كانت كما قلت نهاية حكومة، تجربة حكومة تنوب، حينما أتى كان الملك الجديد محمد السادس قد أمضى ثلاث سنوات على حكمه، وشكل حكومة جديدة مبتعدا فيها عن الأحزاب التي فازت بالانتخابات، وهي الاتحاد الشراكي والاستقلال، وأيضا أنتم كنتم حصلتم على عدد المقاعد، وعين رئيس وزراء تكنوقراطي بعيدا تماما عن السياسة سيدة دريس جطو. اعتبر ذلك تراجعا عن المنهج الديمقراطي كما يسمى، يعني عدد الأحزاب خصوصا زملائكم في الكتلة الاتحاد الشراكي سماها خروج عن المنهجية الديمقراطية وتراجع عن مسار الانفتاح السياسي والاجتماعي. هل ترونه فعلا ذلك؟ هل كانت ترجع إلى الخلف؟ كانت ترجع على هذا المستوى بالضبط، المستوى السياسي الصرف، إنما على المستوى الآخر لم يكن هناك تراجع لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، بقية الأمور تسير في نفس النهج على نفس النهج. فبالنسبة لاحترام ما سمي بالمسطرة الديمقراطية التي أصبحت الآن مدرجة في الدستور الجديد في 2011، فعلا كان هناك إشكال، لكن هذا الإشكال أنا أجد له تبرير. أولا كان هناك نزاع قوي داخل الكتلة بين المكونين الأساسيين لهذه الكتلة، أي حزب الاستقلال والاتحاد الشراكي. كان نزاع يعني وصل إلى الدروة في حدته. فمشكل أولا مطروح على رئيس الدولة على الملك، أنه يستطيع أن يوفق بين هذين الأخوين العدوين، لأنه فعلا كانت عداوة معلنة تقريبا بينهما. في هذا الباب لابد أن أذكر ببعض الجزئيات التي لا أعتبرها جزئيات ولكن البعض يعتبرها جزئيات. مثلا عندما سئل الأستاذ محمد يزغي عن حزب الاستقلال أجاب بشكل الذي أصبح أمينا عام لحزب الاتحاد الشراكي بعد ذلك، كان من قيادات الاتحاد الشراكي، من قيادات الاتحاد الشراكي، أجاب بأنه حزب الاستقلال لا يوجد في أجندة الذي هو بين يديه، معنى أنه لا يعتبر حزب الاستقلال كحليف ممكن، في حين أن الكتلة كانت ما زالت قائمة. في المقابل سي عبد الكريم غلاب رحمه الله كان عن حزب الاستقلال كان طلع بركن، كان هو ركنه يسمى بعين العقل، كان عنوانه بأمل نوبة. أمل نوبة في المغرب هي زعما هناك نوع من التناوب لكل واحد نوبته في عمل ما، دوره في عمل ما. فمن دون شك هذا كان إشكال أول. الإشكال الثاني
يكمن في كون حزب الاستقلال استطاع أن يؤلف حوله أغلبية مكونة من حركة الشعبية، من تجمع الوطني الأحرار، وكذلك من حزب العدالة والتنمية. وهذا الأمر حصل في سنة أظن سنة أو سنتين بعد حادثة التوأمين في البرجين التوأمين في 2001. 2001 إذن كان عاد يكون هنا هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. تماما. إذن كان عاد يكون حزب له مرجعية دينية معلنة داخل هذه الحكومة. أليس هذا من العناصر التي جعلت الملك يبعد الحل النداء على حزب الاستقلال؟ أتساءل، لأنه بالنسبة للأمريكان كنا عادي نوصلوا لواحد المرحلة ديال يعني الخط الأحمر الذي لا يمكن أن يتجاوزه أي كان حزب له مرجعية دينية، مرجعية دينية في وقت كان هناك غريان إعلامي في الغرب ضد كل من له مرجعية دينية، كان من الصعب. هذا غير هذا افتراض ثانيا كان هناك كون الاتحاد الشراكي لم يستطيع أن يضم حوله ما يكفي من الأصوات في البرلمان لتكوين الحكومة. الغريب في الأمر أستاذ إسماعيل علوي أنه بعد أن اختار الملك شخص من خارج الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان، يعني كان يتوقع أن تتحول تلك الأحزاب إلى المعارضة وتترك الملك وشأنه يشكل حكومة على طريقته وبشكلة من يريد. فعلا الغريب أنكم شاركتم في تلك الحكومة حتى وأن رئيس الوزراء من التكنوقراط وليس من أحزاب الأغلبية. فعلا. والشارع المغربي يعني وكأنه لاحظ بأن كان هناك من قبلكم رجع عن كل المبادئ التي دافعتم من أجلها. جميع أحزاب الكتلة. كل أحزاب وليس الحزب فقط. فعلا. وأنتم جزء تتحملون جزء من المسؤولية. فعلا نتحمل جزء من المسؤولية، ولكن كان هناك الوضع العام للبلاد، الوضع العام داخليا والوضع العام إقليميا والوضع العالمي برمته، فهذا ما جعل الأحزاب أحيانا تطريت وتختار هذا الحل الأعرج الذي كبلها. كان هناك حل ليس أعرج أن تتحول إلى المعارضة، ولكن لو تحولت إلى معارضة كان عليه تكون الأوضاع صعبة بالنسبة للمغرب كمغرب في تجربته، وكان عليه يكون الأمر صعب بالنسبة للملك الذي كان فقط في بداية إرساء أسس عهده، وكان هناك أمل كبير كذلك في أن يؤدي هذا العهد الجديد إلى تغيير عميق. فكان الجميع يتكلم عن عهد جديد ودستور جديد، كان أصبح شعارا مرفوعا من قبل العديد. هناك من قال حينها بعد مشاركتكم في الحكومة أن حصيلة تجربة حكومة التناوب لم تكن ذات بال، يعني ليس لها حصيلة فعلية لا على الصعود السياسية ولا على الاجتماعية، بل هناك من قال أن النتيجة الوحيدة التي حققتها هي تدجين المعارضة من قبل النظام، من قبل القصر، ويعني إبعادها عن مكانها كمعارضة قوية تنافس القصر والملك. هذا رأي تاريخيا، هذا رأي يناقش، فعلا يناقش. هناك من سيجد فيه عدد من الوجاهة، وهناك من سيقول بأن هذا كانت مغامرة بالنسبة لمصير الأمة ككل. لأنك إذا لاحظت معي أنه تلك الأحزاب، أحزاب الكتلة بالتحديد، بدأت شعبيتها ووهجها وتألقها يتراجع منذ مشاركتها في حكومة 2002، ينطبق على معظم الأحزاب. صحيح. الاتحاد الشراكي، الاستقلال، التقدم الشراكي. صحيح ذلك، هذا واقع، لكن من حسن حظ هذا الشعب أنه حصل في سنة 2011 ما سمي بالحراك العربي، وهذا الحراك العربي الذي تبنى عدد كبير من شعارات المعارضة التي أصبحت جزءا في الحكومة منذ 1999 أو 98، هذا الحراك فك الكبل الذي كان يكبل هذه الأحزاب، وأنا قلته
بصريح العبارة في عدد من المناسبات، وحييت حركة 20 فبراير والشباب الذين اقدموا على هذا المساهمة في هذا الحراك العربي العام. بالإضافة إلى الانتقادات التي وجهت إلى الكتلة ككتلة بكل مكوناتها في مشاركتها في حكومة 2002، هناك انتقادات موجهة لحزبكم بالتحديد التقدم الاشتراكية فيما يتعلق عودة إلى مشاركته في حكومة التنوب 98 ومشاركته في كل الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، يعني 20 سنة شاركتم في كل حكومات على اختلاف رؤساء الوزراء، على اختلاف الأحزاب التي تقود تلك الحكومة، على اختلاف التحالفات، يعني ما كان المتحرك، يعني كل شيء كان متحرك في تلك الحكومات، والثابت الوحيد فيها هو وجودكم كحزب تقدم اشتراكية في تلك الحكومات. لماذا وماذا يقول ذلك عن حزبكم؟ نعم، أولا ما يقول ذلك عن حزبنا هو أن حزبنا يبقى دائما وفيا للوعود ولا يتزحزح عن الوعود، فالكتلة لم يعلن عن وفاتها أبدا إلى يومنا هذا، وكنا دائما نسعى إلى أن تحيا من رفاتها، فهذا لم يحدث في آخر ساعة أحيانا. فأحكي لك مثلا شيء الذي عشته أنا شخصيا كأمين عام، كنا دائما نسعى إلى تحريك إخواننا في الكتلة وحثهم إلى جمع الشمل والمناقشة فيما بينهما حتى نتواجد داخل هذه الكتلة وحتى نوسعها ويعود إليها عدد من الهيئات التي أبعدت قهرا منها، كمثلا الحزب الشراكي الديمقراطي الذي أصبح الآن في إطار حزب الاشتراكي الموحد. فكلما طرحنا هذا الموضوع إلا ونتسلم جوابا بالترحاب، لكن عندما نريد أن نمر إلى تفعيل هذا الترحاب إلى شيء ملموس هناك تهرب. أنا أتذكر في يوم من الأيام كنا بعثنا برسالة رسمية إلى كل من حزب الاستقلال والاتحاد الشراكي نطلب فيهما منهما منهم منهما اللقاء والمناقشة، واتفقنا على موعد وعلى مكان موعد، فأنا تقدمت إلى الموعد في الوقت المضبوط الذي كان حصل حوله اتفاق في المكان الذي كنا سنلتقي فيه. إذا به أندهش إلى كوني من يستقبلني في هذا المكان وكأنه ليس له علم بذلك، بل أجابني بأنه تقرر إجراء هذا اللقاء إلى وقت آخر. لم تكن هناك جدية لأن لم نطلع نحن الذين كنا نطالب بهذا اللقاء بأن تقرر إجراء العملية بشكل مؤجل. إذن هذا الأول. الثاني فيما يخص مثلا حكومة عبد الإله بن كيران، العدالة والتنمية عندما حصلت على أكبر عدد ممكن من الأصوات وأكبر عدد من المقاعد، صرح الأمين العام آنذاك أي عبد الإله بن كيران بأنه لا يتصور وجوده هو في حكومة كرئيس حكومة أو وجود حزبي في الحكومة دون وجود الكتلة. قلنا سيدي استبشرنا خير بذلك، قلنا بأن هذا أمر مهم يجب أن نستجيب إلى هذا الشيء، هذا إلى هذا المطلب. نعم. فحصل الاتفاق، حصل التواصل، الاتصال مع إخواننا في الاتحاد الشراكي وفي حزب الاستقلال، وكنا متيقنين تقريبا بأن الاتحاد الشراكي لن يعارض لأنه في الانتخابات المحلية التي سبقت الانتخابات الشريعية أبرم معاهدات مع العدالة والتنمية، ومن بين هذه المعاهدات حصل انتخاب فتح الله والعلو كعمدة للعاصمة لمدينة الرباط. فقلنا بأنه من دون شك أنهم على أتم استعداد لقبول هذه الفكرة وتكوين أو إعادة الروح للكتلة والدخول ككتلة في تحالف مع العدالة والتنمية. الاستقلال في الواقع وافق تقريبا تلقائيا، لكن الاتحاد الشراكي اعترض عن ذلك، وحنا اندهشنا إلى هذا الأمر لأن الوثيقة التي أبرمت
بإعاز من الأحزاب بما فيها طبعا العدالة والتنمية، وثيقة على شكل تصريح تلتزم فيه العدالة والتنمية باحترام القواعد الأساس أو التي نعتبرها قواعد الأساس بالنسبة للعمل السياسي، احترام طبعا مضمون الدستور، احترام الحريات الفردية والعمومية، وكذلك السير إلى أمام بالنسبة لكل ما يهم الحياة الاقتصادية والاجتماعية. طيب اسمح لي هنا فقط أتوقف عند الفاصل القصير لأنه وصلنا إلى منتصف الحلقة وسنواصل الحديث في هذه النقطة بعد دقائق قليلة. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لنواصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. أستاذ إسماعيل، كنت قبل قليل في معرض الحديث والدفاع عن مشاركة حزبكم في كل الحكومات المتتالية والمتوالية منذ 98 حتى اللحظة، وصل في تلك النقطة حتى ننتقل إلى المرحلة المقبلة في النقاش. يمكن أن تكون هناك سذاجة سياسية لأننا كنا نظن دائما أننا نتعامل مع مكونات لها قيم، لها كلمة، لها كلمة بالمفهوم المغربي لهذا اللفظ، موقف ثابت يعني. موقف ثابت، وفي نفس الوقت كنا نعتبر بأن من دون شك أنه الأشخاص يراجعون مواقفهم بعدما يلاحظون أنهم يزجون بأنفسهم وبأحزابهم في دروب مسدودة، فذهبنا ضحية لهذا الأمر. في المرحلة الأولى حكيت لكم النزاع الذي كان قائما بين اتحاد الشراكة وحزب الاستقلال رغم كون الكتلة كانت موجودة، ثم بعد ذلك استمر هذا الأمر حتى في عهد سي عباس الفاسي، وعندما أتى الدستور الجديد ودخلنا في انتخابات شرعية جديدة أدت إلى انتصار حزب العدالة والتنمية، ذكرت بما حصل من تصريحات من قبل رئيس هذا الحزب أو المسؤول الأول على هذا الحزب، وما كان منتظرا من أحزاب الكتلة أنها تقوم بما كان مطلوبا منها منطقيا، هي أن تدعم هذا التيار الذي تعاملت معه أو عدد منها تعامل معه فيما قبل، ودفع بآلة التطوير وتقدم إلى أمام. هذا الأمر هذا ما حصلش، إنما احنا حصلنا بالمفهوم المغربي للكلمة، أي وجدنا أنفسنا في نوع من مأزق. هل يحق لنا أن نتخلى لأن الآخرين تخلوا، أم علينا أن نستمر وأن ندافع عن مواقفنا؟ اخترتم الخيار الثاني. طيب هذا الخيار الثاني هل كان وجيها؟ هذا المؤتمر سيفصل في ذلك، مؤتمر عمل الحزب الذي سيعقد في شهر مي قليلا إن شاء الله. نعم. طيب الآن أصل إلى سنة 2010، هي السنة التي انتهت ولايتك على كأمين عام للحزب، يعني أمناتك العامة ظلت أو استمرت لمدة 13 سنة من 97 إلى 2010. هل خرجت بمحض إرادتك أم أنك دفعت إلى خارج الحزب؟ ما الذي حصل؟ لا، الذي حصل هو أنني اعتبرت بأنني تقدمت في السن، حينئذ كان سني وصل إلى 70، وحتى في الفاتيكان الأساقفة عندما يصلون إلى 70 مطلوب منهم أنهم يبتعدوا عن العمل الفعلي في قيادة الكنيسة، ثم كان لي ظروف وما زالت لي ظروف عائلية قاسية، كانت الوالدة مريضة وتوفيت نتيجة هذا المرض، ثم لي عبء آخر وهو لي ابن طريح الفراش منذ سنوات مصاب بميوباتيا وله طفلين، وعلي أن أتكفل بتربيتهما وسيري بهما إلى أن أصل بهما إلى ما أصبوا إليه بالنسبة لهما اثنين. فهذا كله جعلني أبتعد وأطلب أن أتخلي. زيد على هذا كوني كما قلت من قبل لا أحب كثيرا الجدال وشد الحبل بين الناس. الذي خلفك في الأمانة العمل الحزب هو السيد نبيل بن عبد الله،
ما رأيك فيه في أدائه السياسي، وهل كان الشخص الأفضل والأحسن لتولي تلك الأمانة التي تركتها له؟ أظن أنه يقوم بعملية على الوجه الأكمل، فله قدرة كبيرة على العمل، له علاقات واتصالات عديدة ومتينة، وهذا شيء مهم في الموقع الذي يوجد به كرئيس حزب، وله بعض الخصال الأخرى، وهو الخصال المتعلقة بالخطابة، الخصال المتعلقة بالتواصل مع الآخرين. هذا كان ينقصني من دون شك. أنا لست خطيبا، ولي كذلك نوع من الإمساك عن الذهاب نحو الغير، مهما كان نوعه، مهما كان منصبه، مهما كانت أوضاعه. اللهم لك أن أناس من الشعب الذي أتعامل معهم نظرا لبساطتهم وبساطتي كذلك، فباستثناء الأمر هذا لا أقدر على تحمل المسؤوليات والدخول في عدد من الأشياء التي لا ترضيني شخصيا. نعم. في حين أن نبي المعبدالله له هذه القدرة على ذلك، وأظن أن رفاقه في الحزب من دون شك أن لهم موخرة عليه، من دون شك، لأنه ليس هناك من عمل بشري يكون منزه عن الخطأ، ولكن في الجملة قام بعمله على الوجه الأكمل كما قلت لك قبل قليل. طيب، السنة الموالية الربيع العربي أو تسميه الحراك العربي، نعم، أتوقع حدث، وتمكن المغرب أن يعبر تلك المرحلة المتأزمة في الوطن العربي، يعني بأقل قدر من الخسائر. تم تبني دستور جديد، دستور 2011، بعد ذلك حدثت الانتخابات في 2012، وكانت المفاجأة والزلزال السياسي بتقدم حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية لتلك الانتخابات وتشكيل الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب. أولا، تقييمك لهذه التجربة التي حصلت ووصول العدالة والتنمية، وآتي لما هو ربما أهم، علاقته بالحزب، حزبكم أنتم، كيف تتحالفون وأنتم ذوي المرجعية اليسارية الماركسية للينية التي تحدثنا عنها في كل حلقة سابقة مع حزب ذي مرجعية إسلامية دينية؟ كيف يعقل؟ لا يفهم حتى اللحظة كيف يتحالف، نعم، النقيضان. هل هذا يعقل بالنسبة لهذا الحزب الذي له مرجعية دينية؟ أطرح نفس السؤال إن أتيحت الفرصة أن ألتقي بزعيم الحزب. طيب. إذن نعود إلى الأمور الموضوعية العادية في الحياة السياسية. أولا، لابد أن نثير الانتباه إلى أن تحالف حزبين لهما مرجعيتين مختلفتين ليس بشيء جديد في الحقل السياسي. لا أتكلم عن تحالف بين الحزب الشراكي الديمقراطي في ألمانيا وحزب المسيحي الديمقراطي في هذا الوطن، في هذا البلد، ولا أشير إلى تجربة بيرلينغوير في إيطاليا في إطار ما كان يسمى بنوع من الحل الوسط التاريخي مع الدمور الذي أدى ذلك، أدى ثمنا غاليا بوفاته بإعدامه من قبل بعض المتطرفين الذين يدعون اليسارية، في حين أنه كانوا دمية بين يد أقصى اليمين الإيطالي. ولا أتكلم كذلك عما حدث في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان يتواجد في الحكومة حزب شيوعي وحزب يمثل هذه المرجعية الدينية وهو الإميربي. فإذن هذا ليس شيء غريب، لا، هناك أوضاع تقتضي في بعض الحالات أن يتواجد هذه الأحزاب بقطع النظر عن مرجعيتهم الدينية أو الإيديولوجية، لأن الحياة السياسية هي حياة مدنية قبل كل شيء، هي حياة علمانية قبل كل شيء، وبالتالي يمكن أن ألتقي مع شخص أعلن أنه له مرجعية دينية وأنا الذي لا أعلن عن ذلك، وهذا لا يعني أبدا أنني ليس لي إحساس بما يحس به هذا الشخص الذي يعلن عن مرجعيته الدينية. قد يكون هذا الكلام أستاذ إسماعيل علوي يعني قابل للتطبيق على مستوى المبادئ والمثل العليا وهذا الكلام الجميل، يعني قابل للتطبيق في هذا المجال، ولكن في المجال العملي الحياتي اليومي البراغماتي كإدارة حكومة مثلا
أو وزارة معينة قد يكون هناك تناقض في التعاطي مع أبداً, أبدا لم يحصل أي تناقض. الآن بناء على الوثيقة التي أشرت إليها من قبل وهي الوثيقة التي أدت إلى التحالف القائم في إطار حكومة بن كيران كان هناك التزام واضح بأن هذا الحزب الذي له مرجعية دينية والذي كانت له أحيانا سلوكات مزعجة بالنسبة للبعض سيتخلى عن هذه السلوكات وسيحترم كل الحريات بما فيها الحريات الفردية والحريات الجماعية. وهذا ما حصل. لم يحصل في أي وقت من الأوقات في هذه الحكومة التي انتهت الآن مع حكومة العثماني أن كان هناك مساس بالحريات. كانت هناك نوع من الإشارة فقط فيما يخص الجانب الثقافي. كان هناك الكلام من قبل البعض عن ضرورة وجود فن ذو أخلاق أو فن ذي إخلاق حتى نحترم سيبويه. فسرعان ما تبخرت الأمور ومن كان ينادي بذلك انتهى عن الكلام لأن الفن لا يمكن أن يقيد لا يمكن أن تكون له أخلاقيات معينة. الفن فن فهذا إبداع من قبل البشر من قبل الإنسان وبالتالي لا يمكن أن ننعته لا بأنه له طابع أخلاقي أو غير أخلاقي. طبعا هذا لا يعني أننا سنسقط في الإباحية المطلقة ولكن على الأقل نترك الميدان الفن للفنانين ونترك لهم الحرية المطلقة في ذلك. هذا ما حصل. نعم. إذن إذا لم يكن هناك تناقض في عملك لم يكن هناك تناقض أبدا في الجوانب المتعلقة بالمعطيات الاجتماعية. كان هناك تلاقي كبير تناغم وتناغم من يمكن أن ينادي ضد مثلا تعميم الرمد أو تعميم ظاهرة الكفالة على المطلقات مثلا أو الأرامل. فكل هذا يجعلنا فعلا نلتقي في هذه الفترة من التاريخ تطور بلادنا على عدد كبير من النقاط الكبير جدا. بالمناسبة عرف عن حزبكم وأنت لم تكن أمينا عاما حينها كان سيد نبيل بن عبد الله هو الأمين العام عرف عنه في فترة من الفترات أنه كان يدافع عن حزب العدالة والتنمية أكثر يعني بمنطقة بطريقة غير منطقية وربما حتى لو لم يطلب منه ذلك وأكثر من دفاع حزب العدالة والتنمية عن نفسه في بعض الحالات كتحالف مثلا أعطيني مثلا. لا وأنا سأقول لك وأطرح لك التساؤل هو ما مدى تقييمكم في الحزب حزبكم لأداء حزب العدالة والتنمية كقائد للحكومة خصوصا فيما يتعلق بالتعاطي مع دستور 2011 لأن كما تعلم دستور 2011 متقدم جدا أعطى صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة اقتطعها من صلاحيات الملك ليأتي رئيس الوزراء ويتخلى طواعية عن بعض تلك الصلاحيات ويقول هذه صلاحيات الملك وصلاحيات القصر لا أتدخل فيها. لذلك وفي معرض دفاعكم عن الحزب أسألك هل تدافعون عن العدالة والتنمية حتى في هذه النقطة؟ لا يمكن أن أدافع عنه في هذه النقطة بالذات. هل توافق أصلا على النقطة أن حدثت فعلا تخلي حدثت عن الصلاحيات؟ حدثت فعلا لدرجة أنه المسؤول الأول في حزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتخابات بأيام قليلة قام بتصريح قال فيه ما يلي. قال بأنه يتدخل في شؤون رئيس الحكومة لأنه رئيس الحكومة يتخلى عن صلاحياته الدستورية وعندما سيصبح هو أي رئيس العدالة والمعاصرة رئيسا للحكومة الأصالة والمعاصرة عفوا سيتشبت بكل صلاحياته الدستورية. أنا حينئذ طرحت في بعض الاستجوابات سؤال لمن توجه هذه الرسالة؟ هل توجه لرأي العام أم توجه للملك كرئيس دولة؟ أعتبر أنها كانت موجهة للملك وهذا يعني أنه فعلا رئيس الحكومة الذي كان رئيسا آنذاك أي بن كيران تخلى على عدد كبير من صلاحياته. هل حزبكم أشار إليه بهذه النقطة أو حاول تعديل مساره؟ أنا لست أدري ذلك لأنني لا أتدخل في وضع السياسة الحزبية. أنا فقط حسب اطلاعك يعني لا ما أظن لست أدري ما أقدرش نحكم أبدا لا أحكم عن هذا.
في هذا الموضوع في هذه النازلة. طيب تقييم لتجربة الشراكة السياسية في حكومة العدالة والتنمية في عهد عبد الله بن كيران كرئيس وزراء. نعم. تقييم لأدائكم في الحزب هناك. أظن أنه أداءنا كحزب في هذه الحكومة كان أداء جيد في الجملة. طبعا لم نستطيع القيام بكل ما كنا نطمح إليه. إنما في ميدان الصحة كان هناك عدد من الإنجازات الجميع يعترف بها حتى الخصوم. في ميدان السكنة والتعمير رغم التقليص الذي حصل قبل سنوات قليلة في صلاحيات وزير المكلف بالسكنة والتعمير والمدينة قمنا بإنجازات. وهو الأمين العام للحزب. وأمينا عام للحزب قمنا بإنجازات فيما يخص تحقيق شعار مدن بدون مدن صفيحية. كذلك فيما يخص تشغيل كان هناك عمل جيد للوزيرين اللذين تعاقبا باسم حزبنا على هذه في هذه المسؤولية. في ميدان الماء أظن أنه الوزيرة التي تمثلنا في هذا الباب قامت بعملها على الوجه الأكمل رغم ظاهرة الجفاف والانحباس الحراري الذي يؤدي إلى المزيد من الجفاف على بلادنا. فبالتالي لا أريد أن أسقط في نوع من التبجيل للعمل الذي قام به وزراؤنا، إنما في الجملة كان عمل إيجابي، كان عمل مطابق لما هو منتظر من وزراء لا يتوفرون دائما على المال الكافي لتدبير أموره. مثلا وزارة الثقافة نعلم جميعا أن الميزانية المخصصة لها لا تتعدى في الواقع في الأوراق في قانون المالية أظن 0.27% من مجموع الميزانية أو الموازنة كما يقال في المشرق. فلا يمكن القيام بعمل جاد قوي بهذه في الموازنة. هذا الميدان الثقافي بهذه الموازنة. طيب. ولكن رغم ذلك كان هناك إنجازات. على ذكر الموازنة والمال وهذا المجال، التحدي الأكبر للحكومة كان القضاء على الفساد. نعم. هل تحقق شيء من ذلك؟ لا، تحقق في بعض الجوانب على مستوى الفساد الصغير، لكن على مستوى الفساد الكبير يظهر لي أنه لم يتحقق الكثير، بل أخطر من ذلك وأداء من ذلك. هي المؤسسة التي هي مكلفة الآن بتتبع هذا الجانب ومحاربة الفساد لم يبقى لها نشاط. المسؤول عليها الأول عين كسفير في الخارج أظن عندكم في بريطانيا ولم يخلفه أحد، والآن هذه الهيئة قانونا لم تبقى مطابقة لقانونها المؤسس ولا لقانونها المسير. طيب في نفس إطار شراكتكم مع حزب العدالة والتنمية في عام 2016 أقيمت انتخابات تشريعية فاز بها مرة أخرى العدالة والتنمية بنسبة أصوات أكثر من ذي قبل في 2012، لكن تشكيل الحكومة التي يفترض أن تشكل من قبل زعيم الحزب الفائز بنص الدستور اللي هو عبد الإله بن كيران شابه الكثير من العراقيل والمصاعب الطبيعية والمفتعلة. ما الذي حدث فعلا حتى حال دون فشل بن كيران تشكيل الحكومة وإعفائه من قبل الملك في نهاية المطاف من تلك المهام؟ أولا رئيس الحكومة يقترح على الملك تشكيلة الحكومة، فطبعا لا يشكلها لوحده بل يقترح الأسماء والملك يقبل ويرفض أو يثير الانتباه إلى أن الشخص المقترح غير كفء لتحمل هذه المسؤولية. هذا كنقطة أولى. النقطة الثانية هي أنه فعلا كما قلتم كان هناك سلوك مفتعل من قبل بعض القوى من أجل إحباط محاولة بن كيران لتكوين حكومة بقيادته. هل كان يراد فعليا أن لا يستلم عبد الإله بن كيران زمام الحكومة المقبلة؟ أظن أنه بعد الاطلاع على سير المعطيات كان منتظر ذلك. الخطأ الوحيد الذي ارتكبه حسب رأيي، وأنا كملاحظ فقط حسب رأيي، الخطأ الوحيد الذي ارتكبه عبد الإله بن كيران
هو أنه لم يعلن عن حصوله على أغلبية عندما التقى بالأمين العام أو الكاتب الأول للاتحاد الشراكي رأسا لرأس وهو إدريس الشجر، ويبدو أن إدريس الشجر عبر عن رغبته في الالتحاق بالأغلبية. كان عليه على بن كيران أن يعلن آنذاك أن الأغلبية تكونت وأنه سيتقدم إلى صاحب جلالة بأسماء لتكوينها، لكنه لم يفعل. لكن كان عنده رد فعل ذاتي، والعمل السياسي يرفض، العمل السياسي الفعلي عندما يكون الإنسان متحمل إلى مسؤولية يرفض أن يكون للمرء ردود فعل ذاتية. لو كان مثلي مثلا متحرر من كل القيود السياسية يمكنه حينها أن يقول أشياء لم يستطيع قولها لو كان متحملا لمسؤولية، ولكن هذا ما حصلش مع كل أسف. هذا هو الخطأ الوحيد الذي أواخذه أنا شخصيا عليه. ولكن هل فعلا هذا الأمر حدث أو لم يحدث؟ ما عنديش جميع العناصر اللي يحكم على الأمر. طيب، لدي سؤال أخير في هذه الحلقة سادة إسماعيل العلوي فيما يتعلق بمستقبل حزبكم، ولكن انطلق من حادثة معينة ليست حادثة عابرة في تاريخ المغرب، وهي القرار غير المسبوق الذي اتخذه الملك محمد السادس أو غضبه هي فعليا حينما أعفى عدد من الوزراء من مسؤولياتهم مؤخرا بسبب التقصير في أداء المهمات والإخلال بالمسؤولية وخيانة الأمانة. هذا الأمر متعلق بحزبكم لأن اثنين من الوزراء الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم بسبب هذه الاتهامات هم من حزبكم، بل وأحدهم هو الأمين العام للحزب. في ضوء هذه الأحداث الأخيرة كيف ترى مستقبل الحزب في المستقبل المنظور؟ أظن أنه بالنسبة للمستقبل المنظور من الصعب على أي كان أن يتنبأ بأشياء مضبوطة، لأن الحياة دائما تأتي بما لم يتكهن بها المرأة. لكن فعلا هذا الحدث الذي أشرتم إليه حدث شاد لحد الآن في بلادنا. من دون شك أن المسؤولين هم مسؤولون كذلك على ما يقومون به أو عن ما لم يقوموا به، وبالتالي تقديم الحساب شيء طبيعي ومنصوص عليه حتى في الدستور. يجب أن نقدم الحساب بكل موضوعية وبكل تجرد. لكن السؤال الذي أطرحه وطرحته أنا في عدد من الاستجوابات مع بعض الصحف هو من وضع هذا البرنامج الذي أدى إلى هذا الأمر؟ يبدو أن الحكومة لم تكن على علم بذلك. رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بن كيران صرح أنه لم يكن على علم بتاتا بهذا الموضوع ولم يسرع حتى للحضور في التوقيع على هذه الاتفاقية أو هذا المشروع. هذا سؤال أول. سؤال ثاني، لماذا إذا كان فعلا هذا الأمر هام وهام لدرجة أنه يؤدي إلى هذه الخلاصات، لماذا سمح لوزيرين وهما وزير السكنة والتعمير الأمين العام للحزب ووزير الثقافة أن يذهب إلى الخارج في مهمة رسمية؟ كان أن يطلب منهما البقاء لحضور التوقيع على هذه الاتفاقية، وكان من المفروض أن يكون على اطلاع دقيق بمضمون هذه الاتفاقية. يبدو حسب ما علمت هو أن صاحب المبادرة هو والي المنطقة، والي الجهة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو الذي اتصل تلقائيا مع عدد كبير من الوزراء وطلب منهم أن يقدموا دعما من أجل تكوين هذه الكبة التي مثلت هذا المشروع. وهذا في اعتقادي خطأ قبله هؤلاء الوزراء، لأن كان عليهم أن يردوا على هذا المسؤول بالقول البسيط: فلان أشكرك على إثارة الانتباه، لكن أنت ولي على إقليم أو على جهة، أنت مأمور من قبل وزير الداخلية، عليك أن تطرح الأمر على وزيرك، ثم الوزير يطرحها في إطار الكيان الذي يجمعنا أي الحكومة برئاسة رئيسها، ونتعرف على كل محتويات هذا المشروع. الطرق النظامية المتعارف عليها تماما هذا لم يحصل.
حسب ما سمعت وحسب ما أعرف. فلابد أن نتساءل لماذا حصل ما حصل وكيف حصل هذا الأمر. هناك أهداف سياسية قصدك؟ أظن أن هذا أمر جلي، أمر جلي لا يمكن أن نجادل فيه. وحزبكم مستهدف من خلالها؟ مستهدف مع أحزاب أخرى استهدفت. لأنه ربما كان أكبر الخاسرين في هذا التحرك. أظن أن الخسارة في السياسة هي خسارة دائما تكون ظرفية، ويمكن أن يتجاوز المرء فيما بعد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الله أعلم. بهذه الكلمات ننهي لقاءنا معك سيد إسماعيل العلوي، الوزير والأمين العام لحزب التقدم الاشتراكي المغربي سابقا. شكرا لاستضافتنا في بيتك ولرحابة صدرك. نفسي مرحبا بكم. شكرا جزيلا لك. شرف أنني ساهمت في هذا العملية. أهلا وسهلا بك، شرف لنا أيضا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة والإصغاء، أشكركم. من العاصمة المغربية الرباط، كان معكم بدر الدين الصاغ، السلام عليكم.